ابراهيم مختار، انا ابقى خال الله يرحمه خال احمد يعني كده. احنا جالنا اغبريه، فرحه وحشه وكده والدنيا دي. صاحب البيت اتصل بناس هنا يعني، شكرا جزيلا للمرضى اللي هم اتصلوا بينا وعرفنا المكان يعني. تمام. احنا رحنا على الاتصال يعني، رحنا على الشقه هناك مقفوله قفل ورزه، اتصلنا ساعتها بالحكومه وكده والدنيا، قالوا قلت له صاحب البيت موجود، ابن صاحب البيت موجود معانا هو، قال لك افتح الباب. دخلت جوه الشقه، كان متغطي بملايه، عيني متشاله، فاتحين ضهر واخدين كل حاجه في جسمي، حتى عمرها بشري، حتى كل حاجه واخدينها ولا شايلينها وحاطينها في اكياس؟ تمام. كل حاجه كانت الجثه متحلله ولا كان لسه؟ لا ده جسم مزق جامد جدا جدا فوق ما تتخيل. انا خبك انا ما استحملتش، انا طلعت على طول جري، انا طلعت بسرعه من الريحه والمنظر. والمنظر لا منظر صعب، بس هو الدكتور هو اللي عمل الحوار دوت. مش طب هل لما دخلت الشقه كان في اي اجهزه تدل ان مثلا كان في دكتور هنا وكان في معدات مثلا؟ لا اصل للحاجات دي هو بص صلى على النبي، على الصلاه والسلام، هو دكتور بتاع عيون معروف، اللي ده بتاع عيون. دكتور جراح معروف، ده جراح. انت توقعاتك من اللي شفته في الجثه ان اللي عمل كده دكتور؟ مش دكتور، كذا دكتور، مش دكتور واحد، كذا دكتور. انت شفت احمد مفتوح؟ ايوه، ظهر لحد رجليه الشمال، لحد ضفر الرجل، لحد ضفر الرجل، وجسمه فاضي نهائي. فاضي. انا لما جبت شلته واحنا شلناه وكده وحطيته في الكيس عشان نشيله. انا دخل في الجسم، انا ما استحملتش. دي برضو تاني مره ما استحملتش، قالوا اطلع جيبه وكده، اطلع جيبه من الشقه وكده، انت خيال، واطلع جيبه وكده نحطه في الكيس بقى وننزل نوديه بقى المشرحه، بتاع زينهم وكده. قلت لهم لا والله انا مش عن نفسي، انا دي تاني مره اتحط فيها، مش تاني مش مره قادر. انا مش قادر، خالص، انا خلاص اعصابي سايبت. وفي نفس الوقت انا معلش في كلمه، واحد بيخاف ينام، والله الواحد بيخاف ينام. من يوم الوقعه، شفت قدام بيت اخاف انام. عندي عيال بيخشوا الحمام موظف كلمه، عندي بنت ثالثه اعدادي تقول لي خلي الباب مفتوح، كلمني وانا في الحمام. طب انت كنت تعرف المتهم اللي استدرج احمد وخطف؟ بس هو كان شغال هنا في القهوه، كان شغال بقاله شهرين. كان شغال بقاله ايه؟ شهرين. اشتغل وكمان 110 10 اشتغل شهرين. المهم مشي، هو كان بيقولك عنده مرض القيصر. هو اصلا مش من سكان المنطقه؟ لا هو جاي من الصعيد. جاي مش عارف من الاقصر ولا من اسوان، حاجه زي كده. بس هو جاي غريب من المنطقه، المهم في واحد بيقولك انا مش عارف انا عم ولا ايه، هو اللي جابه شغله يعني. المهم صاحب القهوه ربنا يبارك له برضه، مش عايز اقطع الارزاق، شغله شويه وكده. المهم امشي. المهم طبعا في الشهرين دول عمل علاقات جامده. ايوه، علاقات بالاطفال بقى، بشباب زي حضرتك وزيي كده. يجي العيد، كان جه العيد، خد يا ابني 10 جنيه، خد 5 جنيه، خد 50 جنيه. يعني ما بيلعب بقى، العيال فرحان، ما خدش سنه فرحان، انت فاهم قصدي ايه؟ كده.